العمل تحت قيادة الشرعية وصولا إلى استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب. بعبارات التأكيد هذه وبلقاء استثنائي عام يجمع أعضاء وقيادات المكتب التنفيذي للمحافظة، بدأ اللواء الركن فرج البحسني أول أنشطته كمحافظ جديد لمحافظة حضرموت. لقاء رسم الرجل من خلاله ملامح الاتجاهات العامة التي سيتم العمل بها خلال عهد إدارته. إعلان سياسة التقشف ومكافحة الفساد وتحسين مستوى الخدمات الأساسية وتفعيل النيابات وأجهزة القضاء مثلت رأس الحربة لحزمة التوجهات المعلنة التي حددها المحافظ. سوف نشرع إن شاء الله أول أيام عملنا بأن نستدعي جهاز القضاء والادعاء العام ونقف على الواقع عندهم، لأن مصالح المواطنين، قضايا المواطنين والقضايا الأمنية وقضايا الاختلالات الأمنية وقضايا الخروجات كلها مرتبطة في النهاية بالقضاء. التحديات الأمنية لم تكن غائبة، فالانفلات الأمني في مناطق الوادي بلغ أعلى مستوياته، خصوصا مع استمرار الاغتيالات، ما دفع بالحديث عن خطة أمنية لمجابهة ذلك. سيتضمن برنامج عملنا اهتماما خاصا بالأمن في الصحراء والوادي بهدف الحد من الاختلالات الأمنية، وسيتم وضع خطة أمنية لوحدات المنطقة العسكرية الأولى والأجهزة الأمنية لصد كل المنافذ التي تتحرك عبرها بعض العناصر الإرهابية ومحاصرة هذه العناصر ودك أوكارها ومنع وجود ملاذات آمنة لها في بعض المساحات في الوادي والصحراء. الملف المالي يشكل هو الآخر تحدياً مهماً في ظل شحة الإمكانات واستمرار أزمة السيولة وانعكاساتها على الأوضاع المعيشية بالمحافظة. هذه هي انعكاسات على المعيشة المواطن نفسه وكذلك عملية انتعاش السوق. فإذا السيولة هي معدومة فمعنى ذلك أن أنت بتعمل عملية كساد في السوق مثل ما هو الحاصل، ما هو الحاصل الآن. وبشكل عام فإن توجهات كهذه تبدو مبشرة، لكن التحدي الحقيقي يكمن في مدى قدرة الإدارة الجديدة بالمحافظة على تطبيقها، ما يشترط بالضرورة إسنادا كاملا من قبل الحكومة. 16 مسارا حددها المحافظ البحسني للسير عليها في إدارته للمحافظة خلال الفترة المقبلة، على رأسها الملفين الأمني والاقتصادي، وهما الملفان اللذان يقول مراقبون إنهما يشكلان التحدي الأبرز للمحافظ الجديد. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا.